الحمد لله كي جاتنا هذه القفة تنفع وحدين وتفك وحدين، وجزا الله الجزائر. فرد الدولة الجزائرية على هذه الانطلاقة اللي دارينها على قفة رمضان للقرى والتمرست والضعفاء، هذه خاصة بالضعفاء. المهم احنا تقريبا عندنا 6170 معوز على مستوى مدينة تمرست. احنا ارتأينا هذه المرة نسبقوا القرى هم الأول، على أساس عندنا 6 قرى يعني يعتبروا تجمعات كبار، وبدينا العملية من البارح، واليوم إن شاء الله آخر كاميو هذا هو اللي رايح يمشي جهة ترهنانة إن شاء الله.